أولا تقوم بدخول إلى المتصفح، تقوم بإدخال www.paypal.com، هذا هو الموقع. سوف تجد كل الروابط المذكورة في هذا الفيديو يعني أسفل في الوصف، يعني في هذا الفيديو بالذات. تقوم بالدخول إلى الموقع، تقوم بالانتظار، تقوم بالضغط هنا تسجيل الاشتراك أو create an account. ها قد قمنا بالدخول. هنا لديك خياران عفوا، personal account و business account. business account لأصحاب يعني الشركات وأصحاب الأعمال، يعني سوف يستخدم الحساب في الأعمال. أما ال personal يعني عادي، المهم يعني يصلح لك. بعدها تقوم بالضغط على continue. سوف تصعد لنا هذه الصفحة، سوف تعطيك هنا البلد. سوف يختار لك البلد يعني تلقائيا، مثلا أنا المغرب. يمكنك اختيار البلد من هنا، يعني إذا كنت من الجزائر أو ليبيا أو تونس وغيرها من البلد التي تقطن فيه أنت. مثلا هنا عند اختيار البلد هنا تقوم بإدخال عنوانك الإلكتروني. يعني هنا لا يعني في باي بال لازم تقوم بإدخال يعني جميع المعلومات صحيحة، لأنها يتعلق الأمر بالأموال، ويعني أموال ليس معهم اللعب. تقوم بإدخال الإيميل، سوف أدخل إلى الإيميل الخاص بي. يعني كيف ما كان الإيميل، سواء هوت مايل أو ياهو أو غيرها من الإيميلات، فقط للتسجيل. المهم هذا هو الإيميل. هنا تكتب كلمة المرور، لازم تكون كلمة المرور أكثر من 8 أحرف وأرقام، ويكون فيها بعض الرموز. مثلا أنا وهنا سوف تعيد كتابة كلمة المرور. حتى تصعد لك علامة الصح هنا، يعني كلمة المرور يعني جيدة ومتطابقتان. بعدها تقوم بالضغط على متابعة. هنا يعني هنا سوف تكتب الاسم الخاص بك، مثلا هنا اسم الخاص بك، هنا اسم الثاني او الكنية يعني اسم العائلي. هنا في التاريخ الميلاد تكتب يعني تاريخك، هنا داي منش، وهنا يار يعني داي اليوم عفوا. تكتب اولا اليوم وبدا الشهر أبدأ اليار يعني لا. مثلا إذا مثلا أنا في يوم 7 تكتب أولا 0 7، إذا كان مثلا يوم 10 أو 12 فتكتب 12 بدون الصفر. وبعدها تقوم بإدخال الشهر، مثلا أنا شهر 10 سنة 1900. المهم هذا هو تاريخ ميلادي أنا الخاص. الجنسية تختار يعني المغرب، إذا كنت من المغرب يعني فعلا، وإذا كنت من الجزائر أو أي بلد فأقوم بالبحث عليه هنا وأقوم باختياره. هنا البطاقة الهوية القومية يعني بطاقة الوطنية أو رخصة القيادة أو رقم جواز السفر، يعني ضروري تقوم بإدخاله. إذا لم يكن عندك مثلي فقط اكتب أي شيء.
مثل أي شيء. إذا كان لديك من الأحسن إدخاله هنا عنوان الشارع مثلا. مثلا هذا المدينة تكتب مدينة يعني سهلة بسيطة يعني سال مثلا أنا في سلا إقليم المنطقة سال هذه كتابات الرمز البريدي. هنا إذا لم يكن لديك رمز بريدي يعني لا تكتب. وإذا أردت إدخال بالفعل الرمز البريدي فقط ولا تعرفه توجه إلى يعني الفاتورة الكهرباء والماء يعني سوف يكون فيها رمز البريدي أو أي رسالة تقوم ب يعني رسالة يعطيها لك سعي البريد يكون فيها الرمز البريدي مثلا أنا عفوا مثلا هذا هنا رقم الهاتف سوف أقوم بإدخال رقم هاتف يعني من عقلي مثلا هذا هنا تقوم بالموافقة يعني الموافقة على الشروط وبدأ تقوم بالموافقة وإنشاء الحساب وقد تم الدخول. هنا يعني رقم البطاقة تاريخ الانتهاء وهنا. المهم تقوم بإدخال بطاقة يعني فيزا أو ماستر كارد. سوف تجد أسفل الفيديو يعني فيديو آخر كيفية تفعيل حسابك على الباي بال. فقط تقوم بالدخول إليه وتقوم بمشاهدة الفيديو. المهم أنا لا أريد إدخالها الآن. المهم تابع الفيديو الذي سوف تجده في الأسفل وقم بفعل الخطوات. تقوم بالضغط على إضافة حساب بنكي أو بطاقة. تقوم بالضغط على ربط البطاقة وتكمل ماذا وجدت في الفيديو. هنا سوف في على الإيميل سوف تجد رسالة من موقع باي بال. تقوم بالدخول إليه وتقوم بالضغط على أكتيف يعني تفعيل الحساب بالإيميل. قم بإعادة كتابة كلمة المرور الذي وضعتها في الحساب. ثم تفعيل الحساب بنجاح. عند إضافتك للبطاقة سوف يعني يكتمل هذه الدائرة تكتمل باللون الأخضر يعني صارت 100%. وأقول لكم إلى اللقاء. أشكركم على مشاهدة هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة إذا كان يعني أول مرة سوف تشاهد هذا الفيديو والإعجاب بالفيديو. ولا تنسى ترك تعليق يعني تحفيزي وأي سؤال فقط يعني اكتبه في التعليقات أو تقوم بالدخول على حساب الفيسبوك سوف تجده في الوصف وتقوم بمراسلتي أي شيء. والمهم أقول لكم إلى اللقاء.